من شوية كان عمري 8 سنين، ساكنين نحن ورطوبة بالوطوات ببيت صغير تحت الطريق. ساحة الضيعة مزينة، بيوت الجيران مزينين، وبيتنا ما في إلا شمعة وكم فرشة عتيقة على الأرض. بأول العيد خبرت أختي إنه شفت أرزة مزروعة بآخر الحي. رحنا قصيناها، خزقنا ورق من دفاتر المدرسة، لونناهن وعلقناهن على الشجرة. وقبل ما يسرب الوطوات من الطاقة العالية ببيتنا، دقوا الدرك على الباب. فاتوا معهم رجال كبير بالعمر، صار يصرخ على أمي، هجم على الزاوية، خزق الوراق، أخذ الشجرة وفل. وبقي بيتنا بالعيد فاضي ومضوي بشمعة صغيرة وفقير مثل المغارة.